بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط رياح على كافة المناطق مع وجود نشاط رياح على شواطئ مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط، حيث ستصل سرعات الرياح ما بين 50 لـ70 كيلومتر في الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن أخبار الطقس النهاردة، خصوصا أن امبارح تم تسجيل رقم قياسي جديد لدرجة حرارة سطح الأرض، وإيه الرقم ده؟ والرقم ده فعلا اللي قبله كان تم تسجيله إمتى؟ هو طبعا بالفعل الأسبوع الماضي تم تسجيل رقم قياسي لدرجة حرارة سطح الأرض، درجة حرارة كوكب الأرض كله، كل البلدان متوسط درجات الحرارة سجلت 17.2. الرقم القياسي اللي كان قبل كده كان في 2016 كان 16.5 أو 16.8. ده طبعا احنا درجة حرارة سطح أو كوكب الأرض كله 15 درجة مئوية، مع يعني الثورة الصناعية والتغيرات المناخية بدأت تزداد درجة حرارة سطح الأرض أو متوسط درجات الحرارة، بدأت تزيد الدرجة ونص فأصبحت 16.5، وبدأنا بعد كده نسجل درجات حرارة قياسية يمكن 17.2 اللي سجلناها خلال الأسبوع الماضي، دي درجة حرارة قياسية ما سجلناهاش من عدة سنوات. صحيح. فبالفعل بدأت درجات حرارة كوكب الأرض تزيد، متوسط درجات الحرارة بدأ يزيد، وده بدوره بيؤدي لمزيد من التغيرات المناخية ومزيد من عمق الظواهر الجوية اللي بدأت تأثر على كل دول العالم. طيب بالنسبة كمان إن احنا من امبارح حضرتك بتقولوا إن في نشاط رياح في بعض الأماكن المدن الساحلية، وفي ارتفاع كمان شديد للأمواج، وده زايد عن الحد الطبيعي يمكن وصل لـ3 و4 أمتار، أسبابه إيه؟ وهل ده في خطورة في الشواطئ لنزول السباحة؟ بالفعل، وخاصة على شواطئ البحر المتوسط، يمكن احنا بنحذر من أمس وأول أمس بنشاط رياح موجود على مسطح البحر المتوسط، سرعات الرياح ما بين 50 إلى 60 كيلومتر على الساعة، سرعات الرياح العالية دي هتؤدي لارتفاع الأمواج واللي بيوصل ما بين 2.5 لـ4 متر، وده بدوره هيأثر على أعمال الأنشطة البحرية وأيضا أعمال التنزه الموجودة على شواطئ شمال الدلتا زي بلطيم ودمياط، وطبعا سواحلنا الشماليه الغربيه زي الاسكندريه ومطروح والعلمين، المناطق دي كلها هيبقى فيها ارتفاع امواج هياثر على الساده المصيفين، فمهم جدا نتجنب نزول البحر خلال فتره الاضطراب وحتى انتهاء فتره الاضطراب اللي موجوده معانا اليوم وغدا ان شاء الله، لان ارتفاع الامواج مستمر معانا الحد والاثنين. لكن بالنسبه لدرجات الحراره، درجات الحراره تعتبر حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم العظمى على القاهره الكبرى هتكون 35 درجه مئويه، ودي درجه طبعا الحراره المقاسه في الظل نتيجة استمرار ارتفاع نسب الرطوبة اللي موجود بشكل كبير في أغلب المحافظات، هنحسها أعلى من القيم دي بحوالي من 2 لـ3 درجات، يعني المحسوسة هتكون ما بين 37 لـ38 درجة مئوية. أجواء فترة النهار كمان فيها زيادة لفترات قطاع أشعة الشمس بشكل كبير، عشان كده طقس فترة النهار هو طقس حر رطب على المناطق الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى. طبعا اجواء شديده الحراره في المناطق الجنوبيه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس درجات الحراره طبعا بتنخفض، لكن ما بنحسش بيها قوي غير ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، الاجواء معتدله خلال فترات الليل، يمكن الاجواء مستقره بشكل كبير هو فقط الاضطراب الشديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط وارتفاع الامواج هو اللي لازم ناخد بالنا منه بشكل كبير، لان الناس معظمها بتتجه. هينتهي امتى يا دكتور؟ طبعا هو مستمر معانا اليوم، يمكن بدأ كمان من أمس، مستمر معانا اليوم الأحد ومكمل معانا غدا الاثنين، وتدريجيا مع يوم الثلاث إن شاء الله تبدأ تهدأ سرعات الرياح وتبدأ تنخفض الأمواج، ويمكن مع يوم الأربعاء تستقر الأحوال الجوية بشكل كبير على البحر المتوسط، لكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال الزراعة.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لك. دلوقتي خلونا نتابع معاكم درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، العظمى 35، الصغرى 23، عاصمة الإدارية 36-23، الإسكندرية 29-22، العلمين الجديدة 29-24، مطروح 30-24، دمياط 32-22، بورسعيد 33-24، الإسماعيلية 35-23، السويس 35-23، العريش 33-23، كاترين 33-16، طابا 35-25، حلايب 35-28، شلاتين 37-29، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-28، الفيوم 36-24، بني سويف 37-24، الوادي الجديد 42-26، أسيوط 38-25، سوهاج 40-26، قنا 41-27، الأقصر 41-27، وأخيرا أسوان 43-29. لازم نقول لحضراتكم مرة تانية وبنأكد عن أن هناك اضطراب في حركة الملاحة في البحر المتوسط، ويجب توخي الحذر في السباحة خلال اليومين اللي جايين علشان في ارتفاع شديد في الأمواج من 2.5 ل 4 أمتار. خلينا ناخد بالنا وإن شاء الله من يوم الثلاث هتبدأ مرة تانية تعود إلى طبيعتها. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل فقط. صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا.